طالبت رابطة أمهات المختطفين في محافظة إب بالكشف عن مصير أكثر من 198 مختطفاً، قالت إنها لا تعلم شيئا عن مصيرهم أو أوضاعهم الصحية. كما نشدت الرابطة في بيان عقب وقفة احتجاجية في مركز المحافظة، نشدت الجهات الحكومية والرسمية والحقوقية الاهتمام بملف المختطفين والمخفيين وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. ورفعت المحتجات لافتات ورددت شعارات تطالب بالإفراج عن المختطفين لدى ميليشيا الحوثيين التي حملتها حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسراً. وقالت إن جريمة الاختطاف والإخفاء والتعذيب لا تسقط بالتقدم. إذن وبالعودة إلى الخبر السابق المتعلق ببيان رابطة أمهات المختطفين حول أوضاع المختطفين والمخفيين قسرا في سجون الحوثيين في إب، ينضم معنا عبر الهاتف الناشط السياسي أحمد هزاع. مرحبا فيك سيد أحمد. إذن يبدو أنك أيضا تابعت ما ورد في بيان أمهات المختطفين عن أوضاع ومصير المختطفين من أبنائهن في سجون الحوثيين في إب، هل من تعليق لديك حول هذا البيان؟ أكيد البيان كان تطور، لكن فيه شيء من الحسرة من أمهات المختطفين. ما يتعرض له المختطفين من تعذيب نفسي وجسدي وحرمان لأبسط حقوقهم في السجون دليل أنهم يعانون معاناة شديدة في السجون. انا احد المتطرفين في السجون ميليشيا الحوثي في محافظه إب، وكنا نعاقب بقسوه في طاقنا بالكهرباء، في حرمانا من الاكل، في حرمانا من الادويه. هناك امراض منتشره وعدوى منتشره في الامراض الجرف في الزنادقين الذي يتم سجن فيها المتطرفين. زنزانه لا يتجاوز طولها 3 إلى 4 متر، يكون فيها ما يقارب من 10 أشخاص. هناك إهمال وحرمان، ومن دخول الحمامات واستخدام مياه الشرب غير صالحة للشرب. تظهر كثير من الحالات. إذا سيد أحمد، كما ذكرت أنت أقرب مثال لما يواجهه هؤلاء المختطفين من ممارسات تعذيب، كونك كنت أحد المختطفين لدى ميليشيا الحوثيين في سجون إب، هل كان يسمح لك بالتواصل مع ذويك، مع أهلك، مع عائلتك أثناء فترة إقامتك في سجن الحوثيين، كما هو الآن تطالب أمهات المختطفين بضرورة الكشف عن مصير أبنائهن؟ طبعا في المرحلة الأولى لا يسمح لك بالاتصال أو التواصل أو معرفة حتى أين أنت مختطف من قبل ميليشيا الحوثي. أنا جلست في الزنزانة ما يقارب من 2 شهر، لا أحد يعلم أين أنا. وفي أول اتصال دفعت ما يقارب من 20,000 ريال يمني لأحد القيادة الحوثي حتى يتم التواصل مع أسرتي وأبلغ من أنني في الأمن السياسي في محافظة إب مبلغ 20,000 ريال. هناك ظلم، وهناك صعق في الكهرباء، هناك حرمان من الأدوية، هناك إلزام الناس مع الخطب زعيم ميليشيا الحوثي، هناك قمح، هناك ضرب بآلات حادة. المختطفين مغيبين تماما من قبل المنظمات، المنظمات ممنوعة من زيارة السجون. ما تقوم به ميليشيا الحوثي بعيدا عن العرف، بعيدا عن القيم الإنسانية. كثير من المختطفين يخرجون إما فيهم مجانين أو مشلولين. منع زيارة الذوي المختطفين إلى السجون تؤتي حالة نفسية صعبة لدى الأسر ولدى كذلك المختطفين. يعني هناك أيضا بعض المختطفين مضى على عملية إخفائهم أكثر من 5 سنوات كما جاء في اللافتات التي رفعتها أمهات المختطفين، لا يعرفون عن مصيرهم شيئا. هل من وسيلة تستطيع من خلالها الأمهات أن يطمئن على مصير ذويهن المختطفين لدى ميليشيا الحوثيين؟ هل تستطيع المنظمات أو الحكومات أو حتى فريق المبعوث الأممي مارتن جريفيث للتحرك في هذا الاتجاه والكشف على الأقل عن مصيرهم؟ ميليشيا الحوثي مسيطره تماما على الوضع في السجون، وهي من اهم اعمالها انها تقوم باخفاء المختطف تماما وعدم معرفه مصيره. لا منظمات دوليه استطاعت ان تصل الى معظم المختطفين. لنا عبره بالاستاذ محمد قحطان الذي لا احد يعرف الان اين مصيره. هناك مختطفين من 5 سنوات لا احد يعرف هل هم اموات، هل هم احياء، هل تم تصفيتهم في السجون. كثير من المساجين خرجوا وهم اموات بسبب التعذيب في السجون. لذلك اتخذ ميليشيا الحوثي من اخراج بعض البيانات المساجين الذين قد توفوا في السجون خوفا من رده فعل الاهالي.
وعبر برنامجهم. الآن نناشد المنظمات الحقوقية الدولية أن تطالب ميليشيا الحوثي بإخراج كشوف وأسماء وأماكن استطاف المختطفين في سجونها. طيب سيد أحمد، هل هناك يعني بحكم معرفتك بمحافظة إب ومن يتحكم بها ومن المسؤولون عن كل هذه عمليات الاختطاف، هل لديك معرفة من هم أرباب عمليات الاختطاف في قيادات ميليشيا الحوثيين، وإن كان هؤلاء المختطفون يقبعون في سجون داخل محافظة أب أم يتم توزيعهم على سجون في محافظة أخرى؟ طبعا هناك عدة سجون في محافظة أب، هناك الأمن السياسي، هناك مجمع بن لادن في حراثة، وكذلك البحث الجنائي والسجن المركزي. يتم توزيع المختطفين في أكثر من مكان. لا ننسى أن ميليشيا الحوثي وقيادتها تقوم بإخفاء أساميها وتقوم بنشر أساميها المستعارة أبو فلان أو الضعفان خوفا من الملاحقة، ولكن لدينا نحن رصدنا أكثر من قيادي حوثي من قام باختطاف الناشطين السياسيين أو الإعلاميين أو الصحفيين، ولدينا كشوفات بأساميهم وسنقدمها عند اللزوم. كذلك لو تحدثنا أن المختطفين حاليا لا يقومون بالتواصل مع أسرهم بسبب ضغط قيادة الحوثي الميليشيا الحوثي على أهاليهم بدفع المبالغ المالية. أنا دفعت ما يقارب 200,000 عند خروجي قبل 5 سنوات في 2015، وهذا يعتبر لهم مصدر دخل قيادة الحوثي، لذلك يحافظون على المختطفين ليبتزوهم ماليا. إذا تقوم ميليشيا الحوثيين بعملية ابتزاز مالي لأهالي هؤلاء المختطفين كي يتم دفع يعني مبالغ مالية كبيرة و يعني من أجل إخراج من هذه السجون كما حدث معك. في آخر سؤال اسمح لي سيد أحمد، هل تتوقع أن يكون هؤلاء المختطفون ضمن صفقة الإفراج عن الأسرى التي تم الاتفاق عليها مؤخرا بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثيين؟ نتمنى أن تكون بعض الأسماء أو الأفراد الذي تم اختطافهم من ضمن المبادلة، لكن نتحدث أخي الكريم أن هؤلاء ليسوا أسرى حرب، وإنما مختطفين من داخل منازلهم، من داخل النقاط، من داخل الشوارع، ليسوا أنهم مقاتلين كما تحدث ميليشيا الحوثي ويبادلون بمقاتلين من قبل الشرعية، ولكن نتمنى أن يكون هؤلاء لهم النصيب الأكبر. فمحافظة إب لم تشارك في الحرب، ولكن هنا نتمنى من الشرعيه ان تضغط على ميليشيا الحوثي ان يخرجوا من هؤلاء المساكين الذين ليس لهم ذنب ولا هم يحزنون. والان 5 سنوات لو يقضيها في حكم قضائي ما استمر حتى الان الى 5 سنوات ويتم القبض عليهم حتى الان. نعم، اذا شكرا جزيلا لك الناشط السياسي احمد هزه.